بابا وقريب رمضان صومه كامل. ايه ان شاء الله وليدي ان شاء الله. هيا هيا وينو هذا؟ هو هاد القصبة رايحين خسارة، هما لاتين يعمروا شكارة، مكفوهمش لي ماتوا في البحر غارقين، زيدوا كملوا علينا بالمردومين. هي صح مكتوب ربي باش ما نكونوش جاهلين، بصح انتوما جزء من السبة، ما راناش غافلين. 200 دويلة راشية في القصبة، راهي تريب حجرة بحجرة، وانتوما مغمضين العينين، بفمكم مفتوح كي كليتو دراهم الترميم. ما حبيتوش يوقفوا عليها التركيين ومديتوها للفرنسيين، يترتخوها بالبومبات باش يقتلوا المجاهدين. وانتوما اليوم سبقتوها من برا باش يشوفوها اللي فيكم حاكمين، وخليتوها تريب على الزواولة اللي فيها عايشين. ما تنساو رجال حتى الملايكة الصغار، وشنو هاد العار؟ الأراضي عندكم من الهكتار، الدراهم من القنطار، وليد القصبة قسم الدار مع الطوبة والفار، وحقنا قسمتوه مع ولادكم العزاز، وأنا نستنى في تيو تاع الغاز. هاد المرة ما راناش ساكتين، ولد الترميم ما راناش قابلين، عطونا حقنا ندوه معزين مكرمين، واللي كان السبة في اللي صرا راكو رايحين تحسبوا كاع. إن عمر ينام ورب عمر لا ينام. القصبة احنا اللي نشاو الكفن لعمرنا، وفي الشهادة احنا هما الاولين. الله يرحم خاوتنا في ديارهم ماتوا مشطورين. هاد الكلام ماشي كلامي، القصبة هضرت وانتم فهموا المعاني. خرجت رجالة القصبة هذه، خرجت مجاهدين، كاين واحد الألفين واش اللي ماتوا شهداء أنا في القصبة هذه. بابا هذه معيشة، بابا الناس حابين تموتوا كيما هذوك البارح. برافو برافو برافو، وحنا على ما يشوفونا أصحاب القصبة، على ما يشوفونا. الطبات، الفيران، كل الناس الحلوشة. ما تجيش زوخ هذا بعدك ضرب علينا كاع النح، روح غير برارك برارك برارك. الما يشرشر علينا ما عندناش الكاس. معك هذا تربي منهم يجوا يديروا اللوحات ويروحوا. يدبر ما هذه معيشة يدبر يدبر يدبر. والحبوب جات الخصبة هذه مع الاخر يحضروها الخصبة، علاش يحضروها الخصبة؟ علاش يحضروها الخصبة؟ علاش يحضروها الخصبة؟ علاش يحضروها الخصبة؟ علاش يحضروها الخصبة؟